بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هبدأ مع حضراتكم محاضرات عن الفيجوال بروجرامينج. اللغة اللي هنتكلم عنها هي لغة السي شارب. الأجندة بتاعتنا النهاردة هتتكلم على Introduction to C Sharp, Visual Studio Community, وده الـ IDE اللي هنشتغل بيه إن شاء الله. وأول بروجرام هنرنه اللي هو اسمه Hello World Program. Introduction. الدوت نت فريم ورك ده فريم ورك شركة مايكروسوفت هي اللي عاملاه، وعملت معاه لانجوج جديدة اسمها سي شارب، واللي بنرمز لها برمز هاش بعد كلمة السي. سي شارب هدفها انها هما بيعملوها ديزايننج انها تكون مودرن لانجوج اوبجكت اورينتد بروجرامينج، بتسبورت الكتير من الكونسبتس الموجودة في سيفرال لانجوج او الكومباتيتور لانجوج such as الجافا. السي شارب theoretically speaking اول ما اعمل لها كومبايلنج فبتجنريت ماشين كود، ولكن لازم ابقى مسطب على الماشين بتاعتي الدوت نت فريم ورك. اي ابلكيشن لازم اكتبه بقلب السي شارب، لازم اساسي الدوت نت فريم ورك معمول لها انستوليشن على البي سي او الكمبيوتر اللي بيرن ذيس ابلكيشن. الدوت نت فريم ورك ده فريم ورك مش بس ريليتد بالسي شارب، لا بيستخدم باي لانجوج كتيره جدا مع السي شارب زي الفيجوال سي بلس بلس والفيجوال بيزك، كلها مبنيه على الدوت نت فريم ورك، وبالتالي لازم اساسي جدا اكون عامل لها انستوليشن او سيت اب للماشين دي. زي ما اكدت من شويه ان السي شارب اوبجكت اورينتد بروجرامينج، وبالتالي الفانكشن او الجلوبال فاريبلز والجلوبال فانكشنز مش هقدر استخدمها واكتبها، لازم الكود بتاعي يبقى وزن كلاسز، اقدر اعرف داتا تايبس زي الانتجر والسترينجز، وكل ده موجود في السيستم دوت اوبج كلاس. بالنسبه للفيجوال ستوديو كوميونيتي، وده هو المقصود بيه الاي دي اي او اللي هو اختصار لكلمه انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، وده طبعا choice supported by many developers و many programmers بيفضلوا انهم يشتغلوا على IDE. ال IDE دي اللي عملتها مايكروسوفت، تمام؟ ودي بقدر اكود بيها او ابرمج بيها اكتر من programming language من ضمنها السي شارب. اختصارا كانت ال Visual Studio بيطلق عليه VS، وده ال IDE اللي احنا بنشتغل عليه او بنكتب عليه الكود. كان في فيرجنز كتيره قوي اوفرد باي مايكروسوفت غير فيجوال ستوديو، بيبقى نسخ مختصره نزلت باسماء كتيره زي فيجوال سي شارب اكسبريس، فيجوال ويب ديفلوبر، وفيرجنز تانية. فيجوال ستوديو كوميونيتي دي نسخه تعتبر فري، وفي برضو نسخ تانية موجوده البروفيشنال اديشن وكمان الانتربرايز اديشن. افضلهم وطبعا اعلاهم من الامكانيات وفيتشرز هي الانتربرايز اديشن. لو عايز داونلود النسخه الفيجوال ستوديو كوميونيتي اللي هي فري ودي ليميتد فيتشرز، ده اليو ار ال او اللينك اللي هو www.visualstudio.com/downloads. دي كده الفيرجنز المختلفه الموجوده بتاعه الفيجوال ستوديو زي ما حضراتكم شايفين، من على الشمال الكوميونتي، بعد كده البروفيشنال، بعد كده الانتربرايز، وفي حاجه اسمها فيجوال ستوديو كود. بس دلوقتي الموجودين او الموست كومن هما النسختين فيجوال ستوديو بروفيشنال والفيجوال ستوديو انتربرايز، والبيست فيهم زي ما قلت لحضرتك هي مين؟ الانتربرايز. ودلوقتي احنا بنتكلم على مش 2017، النسخه الموجوده 2019. طيب بعد ما تعرفنا على اللانجوج بشكل عام وتعرفنا على الاي دي اللي هنشتغل عليه، في بداية أي لغة بنبتدي بنعمل كودينج للفيرست بروجرام اللي هو هالو وورلد أو هالو سي شارب بروجرام. دي الستيبس اللي حضرتك بتشتغل عليها وتبتدي تفتح الـ IDE بتاع فيجوال ستوديو، تمام؟ بتسلكت من منيو فايل نيو بروجكت، وبعد كده تتأكد إنك اخترت كونسول أبليكيشن دوت نت فريم ورك. زي ما حضراتكم شايفين اهوت بختار من على الشمال فيجوال سي شارب، ثم بختار كونسول اب دوت نت فريم ورك. الديفولت نيم بيبقى كونسول اب 1، حضرتك تقدر تغيره وتكتب اي نيم انت تختاره للبروجكت بتاعك، وبعد كده بتكليك على اوكي.
اول ما بتكليك على اوكي بيحصل ده. ايه ده؟ ده كود اتكتب باي ديفولت اول ما عملت نيو سي شارب بروجكت. الكود ده زي ما حضرتك شايفه اسم البروجكت كونسول اب 1، تمام، وعندي فايل على اليمين اسمه بروجرام دوت سي اس. سي اس طبعا ستاندز فور، او الاكستنشن ده سي شارب، يعني الكود ده زي ما كنا زمان بنتكلم على سي بلس بلس، الفايل بتاعها بيبقى اكستنشنز دوت سي بي بي، ولو كان الكود اللي مكتوب بيه السي لانجوج كان بيبقى الاكستنشن فايل دوت سي. فعندنا الاكستنشن بتاع الملفات او الفايلات بتاعت السي شارب بيبقى دوت سي اس. ايه الكلام المكتوب ده؟ حوالي 5 ستيتمنت باي ديفولت بيتكتبوا، بدايتهم يوزنج سيستم، يوزنج سيستم دوت كوليكشن دوت جينيريك، يوزنج سيستم دوت لينك، يوزنج سيستم دوت تكست، يوزنج سيستم دوت ثريدنج دوت تاسكس، وبعد كده في نيم سبيس اسمه كونسول اب 1. لو لاحظنا او خدنا بالنا كونسول اب 1 ده اسم الديفولت نيم للبروجكت اللي احنا سبناه زي ما هما، وكمان جواه 1 كلاس، كلاس ده اسمه بروجرام، وجواه 1 فانكشن اسمها مين، هنلاحظ الام كابيتال، والريتيرن تايب بتاعها فويد، ومكتوب كيورد قبلها ستاتيك. طيب لو جينا دوسنا اف 5 او دوسنا على قائمة ستارت اللي هي ران، ايه اللي هيحصل للكود ده؟ هو نفس الكود اللي مكتوب. ايه اللي هيحصل؟ فعلي ريلي مش هيحصل اي حاجة. اول ما دوس ران هيديني الشاشة السوداء دي او الكونسول ابنا. ليه؟ رغم ان في كود مكتوب، لان الكود ده ما بيعملش اي حاجة، دي كلها ديفولت كودز بيحطها، تمام، ما بتعملش اي حاجة في اي حاجة. طيب عايز اخلي البرنامج بتاعي يبتدي بقى يعمل اكشن او يعمل اي حاجة الهالو وورلد، عشان اقدر اعمل ده في تو كوماندز اكتبه. اول كوماند اسمه كونسول دوت رايت لاين، وما بين تو كيرفي براكتس، وما بين تو دبل كوتيشن هكتب هالو وورلد او ويلكم تو سي شارب ستيتمنت، واخر الستيتمنت زي سي بلس بلس اند ويز سيمي كولون. اوكي طيب ايه كونسول دوت رايت لاين ده؟ كونسول ده اسم الكلاس، والرايت لاين ده الفانكشن الويزن ذيس كلاس او اللي انا بنادي عليه، وببعت لها سترينج عشان تظهر زي ما هي. طيب الستيتمنت التانية كونسول دوت ريد لاين، ايه دي لازمتها؟ عشان لو رنيت بالجملة الأولانية بس هيطبع هالو وورلد وهتختفي على طول السكرين، مش هلحق أشوف كلمة هالو وورلد. كونسول دوت ريد لاين بتعمل نوع من التريكي او بترك فيها الكومبايلر، ان هو مستني ان انا هيت اني كي او ان انا ادخل له حاجه، فاقدر ساعتها اما رن الكلام ده اشوف الستيتمنت دي. زي ما حضراتكم شايفين ده الموديفايد كود بعد ما عدلناه، نكتب التو ستيتمنتس دول وزن المين ونرن او نكليك على اف 5. الاوتبوت بتاعنا هو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه السوداء هالو وورلد، ومستني ان انا هيت اني كي عشان الستيتمنت التانية اللي اسمها ايه؟ كونسول دوت ريد لاين. زي ما قلت لحضراتكم اللي هو اول لاين اللي هو كونسول دوت ريد لاين، عندي كونسول كلاس وباوت بوت لاين اوف تكست اللي هو هل وورد او اي تكست انا بكتبه. السكند لاين بيريد لاينز اوف تكست فروم ذا كونسول، مستني مني ان انا اقرا ايه تكست او ادخل اي داتا عشان يبتدي يقراها، وقلنا دي التريكي عشان اقدر اشوف الاوتبوت على الشاشه. Thank you.